السلام عليكم، شكرا على الدعوه هذه. احنا راه متواجدين في استاد ماجنتا كما يقولوا، الدوره تاع المرحوم محمود اونسيان جوار تاع ليزمو، هو صديق بطبيعه الحال، وترحموا عليه وان شاء الله يا ربي يرحمه ويصبر اهله، وان شاء الله هذه المبادرات هذو يتعاودوا، باسكو رانا نشوفوا بلي دي زونسيان جوار كاع راهم تقريبا كاع مهمشين، اللي مات واللي راه مريض وان شاء الله اللي راه مريض ربي يشفيه، واللي مات الله يرحمه، واللي راهم بصحتهم ان شاء الله ثاني قاعد نظن السلطات هادو شويه تلفتوا لهاد الناس هادو باش يعاونوهم، باسكو سون ديليسي مالغري كي زون دوني بوكو او فوتبول تاع الجزائر، راهم شويه مهمشين. نتمنى ان شاء الله باش الدوله شويه تلفت لهاد الناس هادو وتعطيهم حقهم، وتاني الله يرحم محمد. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم أخوة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدورة، دورة المرحوم محمود حداد. يعني هذه الدورة هذه يعني كان تنظيم نادي النبلاء بمشاركة يعني مديرية الشبيبة والرياضة. الحمد لله أنا نشوف وين راهم الشباب فرحانين ناشطين، وهذا هو الهدف يعني لجمع لم الشمل يعني وزرع هذيك بذور المحبة بين يعني الأجيال هذه الصاعدة، حتى يعني ناخذ، لأن هذه الحضارات وهذه الأمم لا تبنى إلا بالمحبة وإلا يعني بالتآخي يعني وبالتآزر يعني واليد في اليد، هذا هو سر النجاح. نضمن حنا رانا نعملوا على هذا الشيء هذا إن شاء الله، وإن شاء الله سوف تكون فيه ثاني مقابلة إن شاء الله استيرادية يعني تضم يعني خير يعني النخبة تاع يعني تاع كرة القدم الوهرانية يعني في كول يعني على غير العطوي تصفاه وصابيح بوكساسا والقائمة تطول. يعني صافي بليزير نفرحوا كي نشوفوهم هكا، وهاد اللاعبين كنا نتفرجوا فيهم، ربما ولا ثاني شريف الوزاني، سباح بن يعقوب، كاع الشباب ان شاء الله يكونوا هنا، وهذا هو الهدف تاعنا يعني غير باش نتلاحموا ونتلاقوا ان شاء الله حتى يعني نافونسوا وتولي يعني تولي كيما نقولوا ثقافه وتولي عاده ان شاء الله، يعني باش هذا هو الطريق الوحيد والطريق الاوحد يعني لا مانص، ما كاش حاجه اخرى. الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بون الاولى الشكر موصول للاذاعه والناس خاف عليهم يخدموا بنا. بالنسبه لهذه الدوره راكم ما يخفاش عليكم، الدوره الاخونا الله يرحمه المرحوم حداد محمود، الله يرحمه الانسان جوار وكاع، وكان فيها حضور عده فرق من وهران، هي مستوى ولايه وهران، كان فيها حضور الحمد لله لهذه الفئات الصغرى، من بينها المناسبه لاكتشاف المواهب والاخر، وكان حضور الشخصيات منهم قدماء اللاعبين ومام شخصيات في اطار كره القدم، مؤطرين لكره القدم، مساهمين، كانت الحمد لله كان وجوه نيره ومعروفه على الساحه الوطنيه وعلى الساحه، حتى اللاعبين الدوليين كانوا حاضرين هنا معنا، والحمد لله فاتت الدوره على احسن ما يرام. كما اليوم كان موعد مع النهائي لكل الفرق اللي شاركت في هذه الدوره، والحمد لله فات وجازت على الحمد لله على خير، وفات الحمد لله الناس كاع ساتيسفي، الناس كاع كانت راضيه بهذه الدوره الحمد لله يا رب العالمين. السلام عليكم، على كل حال شكرا على الاستضافه. حقيقه هذه الدوره هذه هي يعني امر يعني لتشجيع، لان مبادره مثل هذه تخلي دائما تربط ما بين الجيلين، الجيل القديم والجيل الجديد كما هذا الشبان اللي راه هنا، ونتمنى ان شاء الله دائما ما ننسوش الماضي، خاطر علاش بالماضي نبني المستقبل، لان لازم تكون عندنا دائما تقاليد لتكريم هاد اللاعبين السابقين، ماشي غير من الناحيه الفنيه ولا من ناحيه كيفيه اللعب ولا حاجه، بالعكس لما نتكلموا على اللاعبين كما الاخ تاعنا الله يرحمه محمود حداد اللي كان من اللاعبين يعني من ابرز اللاعبين على مستوى مدينه وهران في نوادي عريقه، كان يمتاز بزياده على اللعب تاع كمدافع الى اخره، كان يمتاز بالاخلاق، بشخصيه يعني مليحه، كان عنده علاقات جيده مع الناس، ناس حبه، ناس تقاد. السلام عليكم، نشكر نشكر رئيس جمعيه نبلاء داود سفيان اللي قدم هذا الحفل التكريمي لحداد محمود الشيباني تاعي، الله يرحمه ويوسع عليه. وصافي بليزير، والله فرحت من قلبي، شفت لي زونسيان جوار تحبويا،
نشكرهم على هذه الدوره ونقول لهم بارك الله فيكم. ابار داوود سفيان هو اللي تفكره وعيط لي وقال لي غادي نكرمك وغادي ندير لك هذا الحفل تاع الشيبان تاعك. ما وهران كومبلي ما كانش اللي تفكره ابار داوود سفيان. ونشكره ونقول له بارك الله فيك. يعطيهم الصحه نشكرهم كاع. لا بي سي لا بيوي لا دي جي اس نشكرهم كاع. ايبروك نشكرهم بارك الله فيهم. قدماء اللي كانوا معانا. قدماء ثاني كاع لي زونسيان كاع حضروا كاع جاوا ونشكرهم. وربي يطول في عمرهم ان شاء الله.